Ciao fratelli, buongiorno, buonasera, ragazzi, grazie mille. بريغو صافي ديشارجات لي اللغه الايطاليه ومادام اننا بدينا بالفيديو باللغه الايطاليه فاذا حنايا في ايطاليا وفي بالضبط مدينه ديال ميلان. كيف ما كتشوفوا معايا حنا فحنا من اكبر واعرق لي مونيمو هيستوريك اللي معروفين في العالم كامل واللي في القنب النابض ديال مدينه ميلانو. مدينه ميلانو تقريبا عندنا فيها واحد ما كاملاش 48 ساعه دونك غادي يدوز واحد الفيديو اللي هو مزروب بزاف نقدروا نحاولوا نتعرفوا به باش استكشاف الناس هازين لافتات وشي واحد شاد الميكرو اللهم بغيت تلقوا وانتو كان كنغوت هو كيغوت معايا. هاد المدينة هادي في أول مرة غادي نجي ليها، داكشي علاش أي حاجة غادي نشوفوها فحنا غادي نشوفوها مجموعين، أي حاجة غادي نمشيو ليها فحنا غنمشيو ليها أول مرة مجموعين، وأي حاجة غادي نكتشفوها فحنا غادي نكتشفوها مجموعين، وغادي إن شاء الله غادي يكون واحد ليفينمون اللي تقريبا بقات ليه واحد ساعتين ديال الوقت باش غادي إن شاء الله غادي نمشيو ليه، ما غنتعطلوش بزاف غندوزو ديريكتومون لانترو ونعاود نتلاقاو من بعد، يلا بيس. واش شاعر مانو؟ سميشة ميشة ميشة. وهادي تحية فراتي اللي ما كاينش الوقت فيما قلت لكم اقل من 48 ساعه فحنا خاصنا نجيو نكتشفوا هذه المدينه هذه. يلا وصلت دابا شويه لحت الساك في لا شومبر هبط درت لكم لاندخو. اليوم كيتصادف بانه كاين ماتش ديال لاسي ميلان مع بولونيا في سان سيرو دونك ما يمكنش تجي لميلان وما تمشيش لسان سيرو تشوفوا كيفاش داير دونك اوتوماتيكمون كيف ما قلت لكم هبط من لوطيل مشيت درت لكم لاندخو شفت ترونسبور اللي غادي يديني لسان سيرو لقيت ان الترام تقريبا ما بعيدش عليا بزاف على لوطيل وسط نص طوط قبيل حتى هوايا. قلبت سوغ انترنيت كيفاش ناخذ التيكيت ديال الترام فابارامون قال لي خاصك تاخذهم من اللي بيغو الطابا ولا دوك لي كيوسك اللي كيبيعوا داكشي ديال سوفونير ديال لي فيو داكشي. دونك التيكي هو هذا كدا تقريبا 2 يورو عندنا تقريبا في الترام موي واحد نص ساعه. هما الناس بداو كيتجمعوا هنايا الميلانيستا الناس ديال لاسي ميلان هما كيبداو كيتجمعوا بالدنيا ديالهم ان شاء الله بقات لنا واحد 4 دقائق وغادي يجي الترامواي النمره 16 ونتلاقاو من بعد يلا بيس. هبطنا دابا من الترامواي حطنا هنايا الترامواي الطريق ديالو شحال زوينه لازم واحد الشارع كله بالشجر. الحاجه الزوينه فاش تكون غادي للتيران ما كتكونش عارف منين تدخل هي انك كتبع بنادم دابا كنبقى كنشوف الناس من ورايا والناس قدامي دونك انا غادي نتابعهم حتى نقربوا لدخلة التيران. ها هو راه كيبان لنا شويه هنايا دونك حتى غادي ندورو لدخلة التيران عاد غادي نشوف التيكيت ديالي على حسب الباب اللي غندخل منه. هنايا بلاصة الشواية ديالهم لي ساندويتش اللي بغى الساندويتشات اللي بغى الفريت اللي بغى الماكله اللي بغى اي حاجه المشروبات ليست حلال. وهذه اجواء ديال التيران اللي كيوسك هنايا كاين اللي كيبيع التونيات الماكله كيف ما قلت لكم لي شارب وداكشي كامل ديال لاسي ميلان. شرب المن ديالها شرب المن ديالها سمعت الدارجه ديالنا هنا صافي نمشي نقلب على الباب اللي غندخل منه وديك الساعه نتلاقاو من بعد لان ما بقاش لنا بزاف باش غادي يبدا الماتش. كيف ما كتسمعوا ديجا التيران بدا كيعمر بلاصتنا راه مضمونه هو التيكي عندنا كيف ما كتشوفوا راه كل باب راه فيه الصف دوك نوصل بعدين الباب اللي غندخل منه ونتلاقاو منه. قربنا وصلوا باب ثلاثة باب جوج ها هو باب واحد ها هو كيبان لي روح واحد المعلومة بأنه هاد التيكي واش كتاخذو من الإنترنت بطبيعة الحال كتكون فيه السمية والكنية وفاش كتجي أنت للتيران الناس اللي كتبغي تدخل خاصهم يفيريفيو بأن هاد السمية والكنية هاد السي زاكي مصطفى اللي واخد هاد التيكي هو أنت. وباش تريكم بأني ما جبت حتى شي وثيقة تدل على أنني أنا هو زاكي مصطفى. كيف ما قلت لهم حطيت كلشي في الأوتيل هبطت كنجري طويل جبت معايا الكاميرا ولي باتخي ديالها وهاد التيكي أن بريميسيون وجيت به حنا غنشوفو واش غيطلبو لينا شوم كي فيريفيو ليدونتيتي ديال هذا و التيكي كرات سميلة ثانك يو سو ماتش. دخلنا الحمد لله كيف ما شفتو ماشي مشكل دوك انا كيف ما قلت لكم وريتو غير التيكي ديالي البيه ديال التيران و
بيس دونتيتي وراسي غير في التليفون من غير فيريفي السميات هما هادو قال ماشي مشكل دخل دونك بيس دونك حنايا اخيرا فاينلي في ملعب السنسير طلعنا بزاف فريمون طلعنا بزاف طلبوا مننا ندخل عاوتاني ها 59 هنايا شوفوا معايا اللحظه المنتظره تيران جيت للبلاصه منين اللي حطني فيها الطرام فاش وصلت لهنايا ما لقاش من ناخذ لي تيكي سولت قال لك غتلقى كلشي ساد دابا تقريبا هادي 11 ديال الليل ما عاد لقيت شي واحد اللي غادي تاخذ عند لي تيكي انا قال لي واحد السيد ما تخافش غير زعم انه مع الماتش ما كاينش اللي غادي فيريفي اون توكا تخاموي الاولاني داز عامر ما كاينش بلاصه والتخاموي الثاني ما وقفش كاع كاتب انه بانه عامر كيف داز كنتمنى ان شاء الله هذا اللي جاي يكون خاوي لانه كيف ما قلت لكم 11 هذه تقريبا هو كيدير واحد نص ساعه في الطريق اون توكا ان شاء الله غادي يجي ترام ونعاود نتلاقاو من بعد قبل ما ندخلوا بحالتنا للوطيل يا فراتي اللي صافي وصلت للوطيل راك عارف انتم الباقيه غنطلعوا غناخذوا واحد الدوشه بارده نجدوا عليه بالعيش نرتاحوا شويه ونتلاقاو غدا ان شاء الله بحول الله واحد جوج ثلاثه فراتيلي دونك حنا كيفما كتشوف لاسانسور يلا فقت فطرت غادي نخرجوا دابا نكتشفوا شنو كاين في المدينه كيفما صدخينا وقلنا على بركه الله نبداو هذا النهار ديالنا ونتلاقاو من بعد يلا اوكي فراتيلي دونك حنايا دابا الشارع اللي في لوطيل اللي هو جا في سونتر فيل فيا تورينو هاد فيا تورينو هادي شارع كبير فيه كاع لي ماغازان اللي تقدر يطيح لكم على بالكم فيه الترامواي كيفما كتشوفوا السكه ديال الترام اللي زامل هنايا واللي كيدي ديريكتومون بيازا ديومو في كاين الكاتدرال الكبيره اللي كنا شفنا في البدايه ديال لا فيديو دابا كندا كتعتبر باغمي لي بولفار اللي كيكونوا عامرين بزاف كيف ما قلت لكم فيهم لي ماغازان دابا تقريبا هذه العشرة ونص ديال الصباح الدنيا باقا خاويه كندا ماغازان اللي كيحلوا حتى الثلاثة لانه اليوم الاحد كندا ماغازان اللي يحلوا مع العشرة دونك غادي نبداو بهذا الشارع هذا كيف ما قلت لكم اللي غادي يدينا ديريكتومون وبلايص اخرين اللي غادي نكتشفوهم من بعد دابا حنا في بيازا ديومو هنا في كاين الكاتدرال كيف ما كتشوفوا مورايا وهنا في كيتجمع اكبر عدد من السياح هنا كيف كيجيو ياخذوا التصاور هنا مع الكاتدرال ومع الحمام اللي كاين هنايا بحال اللي قلتي العماله ديالنا حنايا هادشي اللي كاين دونك حنايا دابا سونتر فيل بدات الدنيا كتعمر شويه تقريبا هذه وصلت خوات 11 ونص اون توكا صافي بليزير الجو زوين الدنيا عامره الناس زوينين الناس ظريفين صراحه
ما كاينش داك ستريس اللي كنحسوا به حنا في لي غوند فيل اون توكا هنايا في ميلان ساشون كو ميلان مدينه راه كبيره دار ديال بيازا ديو ممكن هاد لاسباس هذا اللي كامل ماغازان اللي باغي الشوبينغ اللي باغي الحوايج انا كاين لي ماغازان لي ماغازان لي ماغازان غرون فورما اي حاجه كتلقاها فكتلقى دي غرون ماغازان ديال لي ماركلي معروفين بيان سور بحال اديداس نايك فوت لوكر اكسيتيرا دونك البلاصه هادي فا فريمون 100% شوبينغ اللي نقدر نقول لكم فهاد الزنقه هادي تقدر تلقاو جوج الحوايج لي ماغازان ولي كافي لي ريستو صدفة دابا تلاقيت بالعاب ديال الوداد مؤيد اللافي عنده واحد الاصابه تقريبا هذه واحد 6 شهور دار اوبيراسيون انسان جد متواضع ندوش معاه شويه على الاصابه ديالو ان شاء الله فهو غادي يكون قريب باش غادي يرجع ان شاء الله مع الجروب ونتمنوا له ان شاء الله يرتو لكم مزيان فراطي اللي عطلتو على التليفون مابقاش عندنا حنا والله الا باقي خدام بالله علاش كنا كنديروا فيه حنا كتقول لي صاحبك غادي يسمع الرئيس الدوله كيدوي كنطنطلني راسي دابا حنا فهاد الكارغيري الكارغيري ما يمكنش تجي لميلون وما تجيش ليها لانه هاد الكارغيري فكتمتاز بالاركتيكتور ديالها لو ديزاين ديالها وهاد السقف العالي اللي كامل بزاف الكارغيري اللي كتلقاو فيها لي ماغازان ديال الحوايج كلكو كافي بلاصه ديال لي كلاص حتى هي هاد البلاصه هادي ولا هاد الكارغيري فهي كتعتبر من البلايص المعروفين في ميلون اللي ان شاء الله تجيو لميلون فضروري ضروري خاصكم تجيو تشوفوا البلاصه لانه كيف ما قلت لكم كتمتاز بالديزاين ديال بلاكستاكسيور اللي فيهم واحد النظره زوينين اوكي فراطي اللي دوك خرج هذه لهاد الكارغي هذا وفي الراس ديالو غتلقاو المتحف ديال ليوناردو دافينشي الدخله ديالو تقريبا 14 يورو باش كتدخل لهاد المتحف هذا تشوف اشنو فيه اوكي دونك الا بغينا نديرو واحد ريزومي على داكشي اللي شفنا لحد الساعه هنايا في ميلون ميلون كتبان لي انا من وجهه النظر ديالي وما داكشي اللي شفنا اليوم فانه واحد المدينه اللي هي ديال لا مود مدينه ديال الشوبينغ لانه ما يمكنش ما تصوروش شحال ديال لي ماغازان اون توكا في السونتر فيل هنايا في هاد لابارتي اللي معروفه دونك انا بالنسبه لي ان ميلان غتكون مدينه ديال الناس اللي باغي دير الشوبينغ والناس اللي مهتمه اكثر بلا مود لدرجه انه كتلقى دي مارك اللي دايرين دو ماغازان قرب بعضياتهم كتلقى واحد هنا مثلا واحد ميم با واحد 100 متر كتلقى ماغازان واحد اخر ديالهم باش تعرفوا انه هنايا كيهتموا بزاف بلا مود كيهتموا بزاف باللبس دونك كنصح اي واحد كيبغي لا مود وكيبغي اللباس فيجي هنايا لميلان لانه فريمون غادي يلقى داكشي كاع اللي كيبغي والحاجه الثانيه اللي صارت انتباه ديالي هنايا وهي اللغه الايطاليه بيان سور لانها لغه زوينه اللغه كتحس بها فيها واحد اللحن وكيف ما البارح في التيران كتسمع انه فاش كيزقل شي واحد شي محاوله اولا فاش كيماركي وكتسمع ما سمعتي طما كلينا فكتينا ماما ميا بحالنا حنايا في دونور كنا عندنا والله ينعم وفات الاجواء الليليه هنا في مدينه ميلانو فمازال الدنيا محيحه هنايا كيف ما كتشوفوا تقريبا هذه 11 ديال الليل دونك مازال الناس مقصرين بالكيتار مازال الناس مجمعين هنايا مازال لي توغيست كيتصوروا هنايا ومازال بيان سور الناس جايين هنا كيتبردوا لان كيف ما قلت لكم كانت اليوم واحد السميشه ميشه حارقه شويه تقريبا واحد 31 درجه الحراره فكاين واحد الغربي هنا زوين الناس كتستافد من هذا الجو هذا الناس بركه هنا كضربه شويه البرد صراحه ما بقاش ليا بزاف هنا في هذه المدينه هذه بقاو ليا سوايع قليله اللي غادي يقضوني باش غادي نعس لانه غدا ان شاء الله في الصباح غادي يكون عندي الغوتو غندي لباري ان شاء الله كنتمنى من الله تكون هاد الفيديو صغيره خفيفه ظريفه تكون اومو عرفنا لي مونيمون ولا البلايص اللي خاصنا نجيو ليهم فاش نجيو ان شاء الله لميت ميلانو كنتمنى نشوفكم بخير وعلى خير الفيديو الجاي ما تنساوش ديما ديروا لي عليكم وهذه تحيه من القلب خالص ليكم نتوما بيس Doesn't matter which you hurt, the holy or the broken.